على صعيد آخر، وخلال مشاركته بقمة الأديان في روما بحضور قداسة البابا فرانسيس وقادة دينيين آخرين من 40 دولة، قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: منذ اللحظة الأولى من لقائي مع قداسة البابا فرانسيس تأكدت أنه رجل سلام وإنسانية، ووصلت إلى قناعة أنه لا يوجد مجال للتمييز على أساس الاختلافات في الدين أو العرق أو الجنس أو غير ذلك من أشكال التعصب. وأضاف قائلا: إن الذين ينشرون الكراهية بين الناس ويمارسون العنف وإراقة الدماء باسم الدين، هؤلاء كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها، أيا كانت هذه الأديان أو العقائد أو المذاهب التي يتحدثون باسمها. وأقول إن هؤلاء الذين ينشرون اليوم الكراهية بين الناس ويمارسون العنف وإراقة الدماء باسم الدين أو باسم الإله، هؤلاء كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها، أيا كانت هذه الأديان أو العقائد أو المذاهب التي يتحدثون باسمها.